الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر إن شاء الله مواصفات الكبش الأقرن الأملح الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد ويطأ في سواد ويبرق في سواد، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نادى بقرن أو طلب يعني كبشا أقرنا أملح، وفي هذا الكبش يعني مواصفات كما في الحديث الشريف، وهو أقرن أملح يعني كهيكل يعني أملح، ينظر في سواد، وهذه السودية موجودة في العين، يأكل في سواد أسود هذا، يطأ في سواد ويبرق في سواد، وتمثلت فيه كل أوصاف السنة، يعني كبش أقرن أملح ملوحية جيدة يعني. هذه هي المواصفات التي في الحديث النبوي الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذه الأشياء، وعلى أن يبارك لنا في عيدنا ويبارك الأمة الإسلامية قاطبة في هذا العيد الشريف. يبقى نصور كيفية الأضحية، كيفية ذبح الأضحية. نصفها بسرعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكبش مستقبلا القبلة، وجعل رجله اليسرى على صفح الكبش، صفح هذه، وسمى الله سبحانه وتعالى وكبر، سمى الله وكبر، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هكذا طريقة الذبح، يستقبل الإنسان بذبيحته القبلة، ويأخذ ويحد شفرته حتى يريح ذبيحته، فيجعل رجله اليمنى على بطن الشاة أو على صدر الشاة، ثم يجعل يده هكذا ويسمي الله سبحانه وتعالى ويكبر، وبضربتين يعني تكون الذبيحة قد ذبحت. إذا كانت الشفرة حادة كما في النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.